سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. حيكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بأبرز العناوين. إصابة أكثر من 80 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. تنظيم دورة تأهيلية ثقافية في كلية التجارة والعلوم الاجتماعية. دعم مالي لصندوق أمانة الشهداء ومعاقي الحرب. ماكرون يعلن استبدال براخان بتحالف دولي لمكافحة الإرهاب. مجموعة السبعة تتعهد بتقديم مليار جرعة من اللقاحات للدول الفقيرة. واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في كولومبيا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة إن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 11 من يونيو في مراكز العزل بالأقاليم الأوسط وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 82 مواطنا بفيروس كورونا، وظهر 76 من الإصابات في أسمرة في الإقليم الأوسط وثلاثة في إقليم شمال البحر الأحمر، اثنتان في مصوع وواحدة في أفعبت، وكذلك ثلاث إصابات في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 26 مريضا من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4848، شفي منهم 4278 وتوفي 16 مريضا، فيما لا يزال 554 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 11 من يونيو 2021. نظمت كلية التجارة والعلوم الاجتماعية دورة تدريبية ل 150 طالبا ومدرس بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الموروث الثقافي والهوية الوطنية وغيرها. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إن الدورة التي استمرت لثلاثة أيام تضمنت رفع وعي ومعرفة الطلاب في مختلف المجالات إلى جانب التعليم الأكاديمي. وأوضحت مسؤولة فرع ساوى ومؤسسات التعليم العالي في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيدة منصورة إسماعيل إن الشباب الطلاب لديهم مسؤولية المعرفة الجيدة للفرص والتحديات كشعب ووطن والحفاظ على القيم الثورية، داعية المشاركين في الدورة لتطوير المعرفة المكتسبة. وقال عميد كلية التجارة والعلوم الاجتماعية الدكتور ستيفانوس هيلمكايل إن التدريب جزء من جهود بناء الشباب الواعي المسلح بالمعرفة، داعيا لتطويره وتوسيعه عن طريق القراءة وتوريث التجارب. قال مسؤول المدارس في مديرية شعب الأستاذ موسى آدم تحقيق زيادة لمشاركة الطلاب عامة في المرحلة الابتدائية، وأوضح وجود 4533 طالبا في 23 مدرسة، وإن مشاركة الطالبات في المرحلة الابتدائية تصل 55% و 25% في المرحلة المتوسطة، لكنها انخفضت بشكل مقلق في المرحلة الثانوية من 28% إلى 6%. وأشار إلى أن الدراسات أظهرت مشاركة حوالي 63% فقط من الأطفال من عمر الخامسة وحتى 14 الذين يتوجب حصولهم على التعليم، وتبذل الجهود لضم نسبة 37% من الأطفال إلى مائدة التعليم. وقال إن حياة الترحال الرعوية وزواج القصر يعيق العملية التعليمية عامة ومشاركة الطالبات خاصة، مشددا على وجوب العمل المشترك لإيجاد حل دائم للمشكلة. قدم المواطنون المقيمون في مختلف الدول أكثر من 24 ألف دولار وأكثر من 10,000 يورو و 191,600 نقفة لتنمية صندوق أمانة الشهداء والجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. وقدمت المجموعة المعروفة ببالتوك وتنظيم فلنوعي وننظم ونسلح الجماهير وتلتقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دول النرويج والسويد وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا وأستراليا وكندا وأمريكا مبلغ 100,500
نقفة لتنمية صندوق أمانة الشهداء وأعضاء الجالية الإريترية في فرايبورغ الألمانية مبلغ 2200 يورو لنفس الغرض. وقدمت أسرة المرحوم جبرهيوت هيلي سوقار 20,000 نقفة لصندوق أمانة الشهداء بمناسبة 20 يونيو يوم الشهداء، و1000 نقفة من أسرة لم ترغب في ذكر اسمها. وقدمت فروع يوتباري وستوكهولم في السويد 10,000 دولار كل منها، وفرع أوميو 4,100 دولار، وفرع فرانكفورت الألمانية 8,026 يورو، والجالية الإريترية في جيفندان الكندية 70,122 نقفة بأسمرة عضو الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة المرحوم إبراهيم للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. أوضح المواطنون الذين تم تأهيلهم بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية أوضاعهم المعيشية تتحسن، وذكرت النسوة الراعيات للأسر اللائي تأهلن بالمواشي أن الدعم ساعد على تحسين حياتهن المعيشية وتعليم أبنائهن. وأشارت الأسر التي تأهلت بعربات الكارو إلى تجاوز المصاعب الاقتصادية التي كانت تواجهها نتيجة العمل الدؤوب. وأوضحت مسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيدة فاطمة الحاج عمر إن برنامج التأهيل شمل أسر الشهداء والمرعى الراعية والأسر الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى التأهيل بالماعز والأغنام والجمال والحمير وعربات الكارو بعد القيام بالدراسات، وأن النتيجة كانت مرضية. من جانبها أوضح مسؤول الرعاية الاجتماعية سيد أحمد همد إن برنامج التأهيل لا يتماشى مع كثرة الأسر ويجب الاهتمام به مستقبلا. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن عملية فرنسا لمكافحة الإرهاب في غربي إفريقيا المعروفة ببراخان ستنتهي وستدمج في مهمة دولية أوسع، وأنه سيضع اللمسات النهائية لذلك بنهاية يونيو الجاري. وتحدث ماكرون في مؤتمر صحفي في باريس عن تغيير عميق في الحضور العسكري لبلاده، وأعلن أن فرنسا بصدد تشكيل تحالف لمكافحة الجهاديين في الساحل الإفريقي. واستبق مصدران مطلعان ومسؤول فرنسي في غربي إفريقيا تصريحات الرئيس الفرنسي بالقول إن ماكرون سيعلن عن خفض عدد القوات الفرنسية التي تقاتل المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل بغربي إفريقيا حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز. وحققت فرنسا بعض النجاحات في محاربة مسلحي الساحل خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الوضع هش للغاية ويخيم الإحباط على باريس مع عدم وجود إشارة في الأفق لانتهاء عملياتها والاضطراب السياسي خاصة في مالي. خلال قمتهم التي تعقد نهاية الأسبوع يعتزم قادة دول مجموعة السبع التوافق على توسيع إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتأمين مليار جرعة على الأقل للعالم من خلال وضع خطط للتمويل والمشاركة وفق ما أعلنت بريطانيا المضيفة للقمة. وقالت بريطانيا التي تستقبل الاقتصادات الرائدة في العالم إنها ستتبرع بمئة مليون جرعة لقاح فائضة على الأقل خلال العام المقبل، بينها 5 ملايين في الأسابيع المقبلة. ويأتي هذا الالتزام في أعقاب الدعوات المتزايدة للدول الغنية لتكثيف جهودها لمشاركة لقاحات كوفيد-19 مع الدول الأقل نموا، في وقت تحذر منظمات إنسانية من أن الوضع الراهن يؤدي إلى فصل عنصري على أساس اللقاحات. وسيذهب حوالي 80% من اللقاحات إلى مبادرة كوفاكس التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم مع تقاسم الباقي بشكل ثنائي. شهدت شوارع بوغوتا اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة في احتجاجات جديدة في العاصمة الكولومبية ضد الرئيس إيفان دوكي أدت إلى إصابة عدد من ضباط الشرطة. وأشارت السلطات إلى أن عدة أشخاص قاموا بمهاجمة الشرطة بالحجارة والعصي والأشياء غير الحادة، واضطرت وحدة مكافحة الشغب إلى التدخل لاستعادة النظام.
وذكرت السلطات أن شرطيا من الفرقة الكولومبية المتنقلة لمكافحة الشغب أصيب وسط مظاهرات في القطاع، كما تم إضرام النار في عدد من الحافلات في الشوارع. وتستمر هذه الاحتجاجات على نظام الرئيس إيفان دوكي في كولومبيا، حيث تسببت تظاهرات حاشدة منذ نهاية إبريل بمقتل عشرات الأشخاص، فيما تراوح المفاوضات مع الحكومة مكانها. أعلنت السلطات الهندية أن 11 شخصاً على الأقل بينهم 8 أطفال قتلوا في انهيار مبنى في بومباي بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. وحسب موقع سويس إنفو، قالت سلطات عاصمة ولاية مهاراشترا إن انهيار المبنى الذي يقع في حي فقير أدى إلى جرح 7 أشخاص آخرين، موضحة أن 6 من الجرحى في حالة مستقرة، بينما أدخلت سيدة تبلغ من العمر 30 عاما إلى المستشفى في حالة حرجة. وتستمر عمليات البحث والإنقاذ الخميس للعثور على عدد كبير من المفقودين، وتم إجلاء سكان المباني المجاورة الذين تبدو في حالة سيئة وخطيرة. وتقع حوادث انهيار مبان مشيدة بطريقة سيئة باستمرار خلال موسم الأمطار الذي بدأ الأربعاء في بومباي، ويتسبب عادة بفيضانات تؤدي إلى فوضى في حركة السير. ختاما سيداتي وسادتي، أعود فأذكر بعناوين الأخبار. إصابة 82 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. تنظيم دورة تأهيلية ثقافية في كلية التجارة والعلوم الاجتماعية. دعم مالي لصندوق أمانة الشهداء ومعاقي الحرب. ماكرون يعلن استبدال برخام بتحالف دولي لمكافحة الإرهاب. مجموعة السبعة تتعهد بتقديم مليار جرعة من اللقاحات للدول الفقيرة. واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في كولومبيا. ختاما سيداتي وسادتي، أتمنى لكم ليلة سعيدة وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.